جزاكم الله تعالى خيرا. إذا كان الحيض قد نزل في السعي بين الصفا والمروة فهل يلحق كذلك بالطواف بالبيت؟ لا، السعي بين الصفا والمروة لا تشترط له الطهارة، يصح من الإنسان وله على غير طهارة، إنما الطهارة فيه مستحبة فقط. فإذا نزل عليها الحيض في السعي تكمل سعيها وصحيح ما دامت إنها طافت وهي طاهرة. نعم.